بونجور وصفة اليوم كعك بليمون أو أورنج كوكيز كعك ببرتقال. لهالوصفة أنا بحاجة عندي كبيتين طحين مع ملعقتين كبار طحين، ملعقتين كبار نشا كورن فلاور، بيصيروا معي كبيتين ونص بين الطحين والنشا. هون عندي نص كباية زيت زيتون، نص كباية عصير برتقال، نص كباية سكر، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا، ربع ملعقة صغيرة ينسو، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ورشة ملح. أنا كل هول المقاييس أخذت بكوب أكواب معيارية، والملاعق نفس الشي. أول خطوة اللي بدي أعمل، بدي ضيف الطحين بهالبول، بدي اخلطهم، بدي ارجع زيت كل هالمكونات، بدي اخلطهم حتى احصل على عجينة. وعندي هون السمسم كمان، فيكم تعملوا مع السمسم وبلا السمسم، هاي وصفة اصلا هن بيعملوا اليونان كتير مشهور، وصفة يونانية كتير مشهورة. هلا حطينا نص كباية سكر، نص كباية ليمون اورنج جوس، ونص كباية زيت الزيتون، عم نخلطهم كتير منيح. وهون كمان مثل ما شفتوا مواد كل شي جافة، مكونات الجافة، بدي اخلطهم، ارجع ضيف فوق الخليط. هلا شوي شوي بدنا نضيف على الخليط الطحين، وبدنا نخلطهم حتى نحصل نعجنهم بايدي حتى نحصل على العجينة متماسكة. بعد ما اضفنا مواد السائلة خلطنا بالسباتول، ما بدنا نخلط كتير، حصلنا هالعجينة. هلا بدي غطي، بفوت المطبخ تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة. بعد ما ريحنا العجينة حجم متساوي، اخذنا قطعة بهالطريقة نبرمون اوكي فوق بعضهم، نرجع نحطهم عنا السمسم، بيطلعوا بهالطريقة. بنحمي الفرن 180 ب 170 درجة.